أهلا بكم. لماذا تعاد من جديد انتخابات مجالس المحافظات في العراق في 18 من الشهر الجاري رغم أنها ألغيت من قبل ثوار تشرين ورغم الإجماع الشعبي والوطني على مقاطعتها؟ هذه الانتخابات التي تشهد تنافسا حاميا وصفه مراقبون بأن مستواه هابط وذلك للحصول على المناصب والنفوذ وسرقة المال العام، حيث طغى استخدام المال العام في الترويج للمرشحين، إذ أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية أن المسؤولين الحكوميين يستغلون موارد الدولة ونفوذهم لكسب الأصوات في انتخابات مجالس المحافظات، وما خفي كان أعظم. وما هي التصورات لمدى التنافس المحتدم بين الأحزاب والميليشيات ضمن أجندة الصراع على السلطة؟ هذا ما سنطرحه في هذه الحلقة لتسليط الضوء على هذا الموضوع، إذ سيكون معي عبر سكايب الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور حامد، مرحبا بك. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا دكتور سمير، حياكم الله. وأيضا عبر الهاتف الدكتور فاروق الفتيان الأكاديمي والدبلوماسي السابق. دكتور، مرحبا بك. أهلا وسهلا، أهلا بك دكتور سمير وبمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك دكتور فاروق، وأرحب أيضا بضيفي عبر الهاتف الأستاذ أحمد صبري الكاتب والصحفي. أستاذ أحمد، مرحبا بك. أهلا ومرحبا بك. أهلا بكم ضيوفي الكرام. إذن مشاهدينا الكرام، نشاهد هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. أيام قليلة تفصلنا عن موعد انتخابات مجالس المحافظات بالعراق في 18 من الشهر الجاري، وسط تنافس الأحزاب والميليشيات للحصول على المناصب وزيادة النفوذ وسرقة الأموال في باب آخر من أبواب الفساد المشرعة في بلد تتحكم به عصابات الاحتلالين الأمريكي والإيراني. الانحرافات الواضحة في استخدام المال العام في الترويج للمرشحين إشارة أخرى لملفات الفساد المتفاقمة، حيث أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية أن المسؤولين الحكوميين يستغلون موارد الدولة ونفوذهم لكسب الأصوات في انتخابات مجالس المحافظات. القوى الشعبية والوطنية ونشطاء ثورة تشرين الذين أطاحوا بمجالس المحافظات من قبل يجمعون اليوم على أن هذه الانتخابات ستكون صفعة إذلال للقوى الحاكمة بعد الإجماع الوطني على مقاطعتها وفقدها أي شرعية تتذرع بها القوى السياسية التي أوصلت البلاد إلى الفشل والفساد السياسي منذ 20 عاما. نحن ثوار تشرين مقاطعون ورافضون لمجالس المحافظات، هذه المجالس التي ألغتها دماء الشهداء. مقتدى الصدر الذي يحاول فرض نفسه على الانتخابات رغم الإعلان عن مقاطعتها يستخدم أنصاره في مناوشات مع أطراف ميليشياوية أخرى ضمن أجندة الصراع المحتدمة على السلطة، فضلا عن حرق مقرات بعض الأحزاب مع اقتراب موعد الانتخابات واحتمالية عدول الصدر عن المقاطعة، فقد عرف بتقلباته السياسية في اتخاذ معظم قراراته. مراقبون أكدوا أن نسبة المشاركة قد لا تتجاوز نسبة 8.15% بسبب غياب الثقة بالأحزاب ونفوذ الميليشيات المرتبطة بإيران، لا سيما وأن قانون الانتخابات لا يلبي طموحات الناخبين لتمثيل حقيقي، ومع تجربة سوء الإدارة للدولة المتمثلة بالأحزاب الحاكمة، فضلاً عن العجز بالخدمات واستشراء حالات الفساد وإقصاء الكفاءات وسط استمرار نهج المحاصصة الطائفية. إذن أبدأ معك بداية دكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور حامد، يعني لماذا يعاد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 18 من الشهر الجاري رغم بطلانها، رغم إلغائها، رغم إحباطها من قبل ثوار تشرين عام 2019؟ في هذا الأمر ماذا يعني بالنسبة للثوار؟ ماذا يعني بالنسبة للقوى الشعبية التي كلها
قالت بأن العملية السياسية وانتخابات مجالس المحافظات وما تفرزه العملية السياسية كله باطل ولا يأتي بخير لهذا الشعب، وما هو إلا باب أو أبواب من أبواب الفساد. نعم. في البداية شكرا جزيلا مرة ثانية على الاستضافة الكريمة دكتور سمير، تحياتي لك ولضيفيك الكريمين ولجمهور المتابعين الأعزاء. الحقيقة هذا الموضوع ليس بجديد، هناك يعني تحايل من قبل هذه الطغمة الفاسدة ونظام المحاصصة المقيتة، وطبعا بدءاً من أمريكا المجرمة وإيران ولاية الفقيه للإبقاء على هذا النظام وهذه الطغمة، لأنه هذا اللي يعني يحقق الأجندات الخارجية، مصالح أمريكا وإيران في تنافس أو في توافق وفي تداخل وتخادم للمصالح على أرض العراق، وبما فيها سرقة الثروات وتفويت الفرصة على الشعب العراقي أن يمتلك زمام الأمور لإعادة إعمار البلد واستقراره والتصدي لما يجري في المنطقة وفي العالم، يعني أن يستعيد العراق شخصيته هويته الوطنية. هذه كلها الحقيقة تندرج ضمن هذا السيناريو، أنه ألغيت المجالس بضغط من في خريف 2019 بضغط من ثوار تشرين، بعد أن فعلا يعني توجت ثورتهم المباركة بإسقاط الحكومة حكومة عادل عبد المهدي وإسقاط مجالس المحافظات. لكن للأسف الشديد نشوف أنه رغم هذه وأيضا بدعم من أمريكا استعاد هذا النظام هيمنته على مقدرات البلد من جديد، ثم يعني أفشلت كل محاولات الشعب العراقي للحقيقة أن يمسك بزمام الأمور ويسقط النظام برمته. هذا كان الهدف الأساسي لثورة تشرين المباركة، لكن يعني التآمر الخارجي الإقليمي الدولي هو اللي الحقيقة أحبط إمكانية الشعب العراقي أن يسقط هذا النظام. النقطة الجوهرية هي أنه هذا النظام وجد بأنه رغم عدم وجود هذه الفقرة في برنامج الحكومة، حكومة محمد الشيع السوداني، في إعادة الحياة لمجالس المحافظات وإجراء انتخابات، لأنه كان هناك وعد من الحكومة الحالية بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، لكنه تفاجأ الشعب العراقي بأن هناك اتفاق على إجراء انتخابات لمجالس المحافظات وإعادة الحياة إلى منابع الفساد الحقيقية اللي هي الحقيقة السيطرة عليها أحزاب هذه الطغمة الفاسدة في مجالس المحافظات، لكون أن هناك طبعا نعرف جيدا لجان اقتصادية، مجالس اقتصادية خاصة لهذه الأحزاب وميليشيات الولائية أن تستثمر بشكل واضح في هذه المجالس بصفقات اقتصادية وسرقة أموال وفضائيين. هذه نقطة خطيرة جدا دكتور، عندما يستخدم المال العام ويستخدم المال السياسي لتمويل ميليشيات مسلحة وللترويج للانتخابات والاستحواذ على يعني ثروات العراقيين من خلال أبواب الفساد، وهذا بالطبع هو السبب الرئيس الذي جعل من ثورة تشرين شعلة متقدة ورافضة لأي انتخابات لمجالس المحافظات. اسمح لي أن ننتقل بالسؤال للدكتور فاروق الفتيان الأكاديمي والدبلوماسي السابق. دكتور فاروق مرحبا بك مرة أخرى، ماذا تعني انتخابات مجالس المحافظات بالنسبة للسياسيين رغم المقاطعة الشعبية رغم إلغائها من قبل ثوار تشرين؟ الحقيقة كما وضح تقريركم وكما وضح الأستاذ حامد أنه هو استمرار لعملية الفساد السائرة عليها حكومات ما بعد الاحتلال من 2004 ولحد الآن. الحقيقة إذا رجعنا إلى الانتخابات، ماذا فعلت مجالس المحافظات في الفترة الأولى، فترة 2009 أو 2013؟ يعني هذه المجالس كانت هي بؤرة للفساد وكانت هي أبواب مشرعة للفساد تستفاد منها الطغمة الحاكمة والأحزاب السياسية كل حسب المحافظة المنتمي إلها الحزب الحاكم. فلذلك إذا رجعنا إلى الوراء
الحقيقة كانت مقرر أنه بعد 2013 أن تكون الانتخابات بعد 4 سنوات، تعثر كان، ولكن الانتفاضة اللي حصلت 2019 أشعلت الشارع العراقي، ورفض هذه الطغمة الحاكمة سواء كانت كسلطة حاكمة أو كمجالس انتخابي، مجالس العفو محافظات. لكن للأسف ربما تكون جائحة كورونا، ربما الضغط الأمريكي والضغط الإيراني استطاع أن يضعف شعلة ثورة تشرين، وللأسف استغلت الأحزاب الحاكمة هذا الشيء وأعادت الآن بعد مرور 5 سنوات أو 4 سنوات إلى العودة إلى مجالس المحافظات لتكون أبواب مشرعة أخرى للاستيلاء على المال العام وللاستحواذ على كل منابع الفساد في العراق. طبعا الانتخابات ستجري في 15 محافظة من خلال العودة إلى الدستور اللي هو بالأساس كتب، يعني السلطة المحتلة هي اللي جاءت بهذا الدستور، شرعوا قوانين إلى هذه المحافظات أنه أصبحت هي كسلطة تشريعية، تستطيع لها هذه المجالس، لها صلاحيات واسعة، لها صلاحيات صرف، لها ميزانيات صرف، لها سلطات تشريعية وتنفيذية في نفس الوقت. ولذلك تتداخل السلطة التشريع السلطة المحافظات مع السلطة التنفيذية في مجالس الوزراء. ولكن لكون الأحزاب هي نفس الأحزاب الفاسدة في الحكومة هي نفس ممثلة في مجالس المحافظات، ولذلك لا يحصل التصادم الموجود، واللي المفروض لو كان هناك فعلا انتخابات حقيقية لمجالس تمثل إرادة المواطن العراقي أو الشعب العراقي لشاهدنا انتخابات حقيقية، ولا جرى تغيير هذه الوجوه اللي هي سواء عميلة إلى أمريكا أو عميلة إلى إيران، وكلها بدون استثناء متهمة بالفساد وضالعة في الفساد منذ عام 2004 ولحد الآن. نعم، ابقى معي دكتور فاروق، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ أحمد صبري الكاتب والصحفي، هناك تآمر دولي، تآمر إقليمي بعث الروح لمجالس أو انتخابات مجالس المحافظات من جديد، وبعث الروح إلى منابع الفساد في العراق يعني بعد عام 2019 حصل ما حصل في كثير من، هناك ضغط إيراني وأيضا جائحة كورونا وظروف أخرى هيئت الظروف لتكون هناك إعادة إحياء لمجالس المحافظات رغم إلغائها من ثوار تشرين. ماذا قدمت مجالس المحافظات للعراقيين؟ الشعب العراقي أستاذ كيف ينظر إلى انتخابات مجالس المحافظات وهو يرى بأم عينيه أموال الشعب يعني المليارية يروج بها لأناس يصفهم الشعب بأنهم حرامية؟ تفضل. نعم، هؤلاء الذين حقيقة يبددون أموال العراق سوف يتنافسون على الهيمنة على مجالس المحافظات خلال الانتخابات المقبلة، وبالتالي أن العامل الإقليمي أو التدخل الخارجي واضح جدا، أن إيران تدعم كل أذرعها في هذه الانتخابات، وبالتالي هذه الانتخابات ستكون حقيقة مزور، وبالتالي هناك انطباع سائد لدى العراقيين بمقاطعة هذه الانتخابات، لأن هذه الانتخابات هي فرصة للأحزاب الحاكمة من أجل النفوذ وسرقة المال العام. وإذا نظرنا إلى السنين الماضية أن هذه المحافظات لم تقدم أي شيء للعراقيين في تلك المدن، بقيت متخلفة وبقيت تنأى عن المال العام، وبالتالي سرقة هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بأنهم مجالس محافظات
حقيقية. بالعودة إلى التخصيصات التي قدرت لمجالس المحافظات، هناك معلومات تشير إلى 200 مليار دينار عراقي إلى هذه المحافظات في الموازنة العامة، وهذه فرصة ثمينة للأحزاب التي اعتادت أن تسرق المال العام وتبقى العراقيين في الفقر والبطالة والاشمئزاز. لذلك أقول أن هذه الانتخابات لن تنتج حقيقة رجال وطبقة حقيقة تسعى لسعادة العراقيين وإدارة الموازنات العامة في محافظاتهم. لذلك أقول مرة أخرى أن هذه الانتخابات هي نافذة وصراع على النفوذ السياسي والاستقطاب الطائفي الذي يولد هذه الانتخابات. نعم. ابقى معي أستاذ أحمد صبري. دكتور حامد، يعني لو أن هذه الأموال التي يستحوذ عليها السياسيون والأحزاب والميليشيات لو أنها صرفت في مكانها الصحيح، كم دولة ستبني لو احنا فقط أخذنا الأموال التي تصرف على الترويج للسياسيين والترويج للكتل السياسية في الانتخابات؟ الحقيقة المبالغ اللي كانت يعني واردات النفط منذ السقوط منذ 2003 ولغاية الآن، وإذا حسبناها بشكل واضح أوضح يعني منذ 2006 ولغاية الآن تقريبا تريليون و400 مليون مليار دولار. هذه تبني ثلاث بلدان يعني على حال الوضع في العراق، يعني مساحة جغرافية ونفوذ، لأنه يعني لو حسبنا انه يعني الموازنه العراقيه اذا 100 مليار دولار سنويا، فانت احسب يعني 1000 المليار زائدا 400 ايضا مليار، يعني كم تكون هذه الاموال لنفس وضع العراق؟ يعني اذا طبعا استثنينا القدرات التشغيليه، يعني هناك استثمارات وهناك منتوج وطني غير النفط، يعني العراق لأنه بلد ريعي موارده تقريبا أكثر من 90% هي فقط اعتماد على واردات النفط. أما إذا نشطنا يعني فعلنا الموارد الأخرى كأن تكون مثلا الزراعة والصناعة والخدمات والسياحة. طلبات ثوار تشرين، يعني كما هو معلوم دكتور، كما تتذكر أن مطالب ثوار تشرين هو تفعيل القطاع الصناعي وتفعيل القطاع الزراعي وليس فقط الاعتماد على الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط. هنا نتساءل أيضا يعني في سؤال آخر وضمني، ذكرتم أن هناك تآمرا إقليميا ودوليا على مطالب ثورة تشرين، يا ترى هل هذا الأمر يعني أنه لا يراد للعراق أن يكون هناك إحياء لقطاعاته الإنتاجية وبالتالي الاعتماد على الاقتصاد العراقي الصناعي والإنتاجي يعني ما عدا النفط؟ بالتأكيد هذا صحيح دكتور سمير، هذا واضح كان منذ سنوات منذ عقود حتى قبل الغزو الغاشم للعراق واحتلاله من قبل أمريكا وحلفائها، وحتى بتآمر من قبل إيران وبعض الدول العربية التي أرادت الإطاحة ليس فقط بالنظام السابق وإنما بالدولة العراقية كلها برمتها وبكل مؤسسات الدولة وبكل مرافق الاقتصاد والحياة الاجتماعية والتربية والتعليم والثقافة، دمرت تدمير كامل بشكل واضح وبشكل مبرمج ممنهج. يعني كان هناك سبق للتخطيط، ليس الآن. احنا لو نعود إلى أنه العراق يعني تعرض إلى حروب فرضت عليه، إلى حصار امتد تقريبا 13 سنة، وإلى أيضا استنزاف الموارد الطبيعية، سرقات، وإلى تفتيت النسيج الاجتماعي وتمزيق الصف الوطني العراقي. هذا كله عمل ممنهج لم يأتي من فراغ، وإنما كانوا يعرفون حق المعرفة بين العراق منذ تأسيسه يعني عشرينيات القرن الماضي، كان إلى مستقبل، إلى أفق بكوادر بطاقات البشرية الهائلة بموارد الطبيعية، أن يكون طليعة للدول العربية والإسلامية ليس في المنطقة العربية فقط وإنما حتى في العالم. العراق سبق إسبانيا والبرتغال واليونان في السبعينات بعجلة الصناعة والتكنولوجيا والتطور والتعليم يعني الزراعة أيضا. هذه الحقيقة كانت واضحة، يعني هزت
عروش يعني أنظمة عربية رجعية وأنظمة إسلامية تآمرت على العراق مع الإمبريالية الأمريكية ومع بريطانيا الاستعمارية طبعا، والكيان الصهيوني هو في النتيجة المستفيد الأول والأخير مما جرى في العراق. لذلك نقول هذا العمل عمل ممنهج، عمل مبرمج. للأسف الشديد جنينا خلال 20 عام من هذا الاحتلال الغاشم نتائج وخيمة على العراقيين صار واضح الآن أمامنا: الجهل، المرض، تفتت النسيج الاجتماعي، تراجع التربية والتعليم والثقافة، الصناعة والزراعة عطلت. الآن هناك آلاف المصانع يعني تم تعطيلها بشكل واضح. العراق تحول إلى بلد منتج للنفط ومستهلك للبضاعة والزراعة والمواد الغذائية، لا يوجد لا استقلال اقتصادي، مستورد أيضا للنفط، مستورد للغاز، مستورد للطاقة. هو يصدر نفط ويستورد نفط، بالضبط، يصدر نفط ويستورد طاقة. الأمر نعم غريب. نعم أيضا نعم، يصدر نفط ويستورد منتوجات النفط من دول الجوار. من الحكومات في زمن يعني حكومة الكاظمي تحدث عن بالإمكان تمويل إيران بالنفط العراقي أو بواردات النفط العراقي من أجل بناء مصانع داخل إيران ليستورد العراق بعدها الغاز، وهذه خطة عظيمة طبعا. اسمح لي أستاذ حامد أن أنتقل بالسؤال للدكتور فاروق الفتيان. دكتور فاروق، يعني العراق ودوره في المنطقة سواء كان يعني الدور الإقليمي، نتحدث عراق قبل 2003 وعراق بعد 2003، ثورة تشرين تحدثت عن قوة اقتصادية وقوة شبابية ونهوض بالبلد، يعني أن يستعيد العراق دوره الريادي. كما هو معلوم في مفهوم الدول، الدولة لها مؤشرات بالاعتراف بها وبالحساب، لها 1000 حساب مثلا عندما يكون اقتصادها قويا، عندما يكون لديها سلاح، وهذا السلاح ربما تصنعه بنفسها مثل هذه الدول التي تعلمها. العراق بعد عام 2003، هل نستطيع القول أن سرطان انتخابات مجالس المحافظات الأمر ميؤوس منه وبات يأكل وينخر في جسد العراق، وأن ما حصل من ثورة عام 2019 كانت هي الرمق الأخير، أم أن هناك يعني عودة ربما تتوقعها للانتفاضة من جديد؟ بالتأكيد الأمل، لا يمكن أن نفقد الأمل بالشعب العراقي، ولكن إذا تسمح لي أن أعود كما ذكر الدكتور حامد أن التآمر على العراق لم يبدأ ب2003 ولا بعام 90. التآمر على العراق بعد قرار تأميم النفط، كلنا نتذكر أن أحد السياسيين صرح في تلك الفترة أنه العراق أشعل فتيلة قنبلته بيده، لأن الكارتل النفطي أو الكارتل العالمي لن يسمح باستقلال دولة من العالم الثالث تستطيع أن تحرر نفطها وتؤمم نفطها. ولذلك التآمر استمر من ذلك اليوم، استخدموا كل الوسائل. كانت أول وسائل التآمر من الداخل، بعد أن عجزوا عن إسقاط النظام أشعلوا مسألة الصراع في شمال العراق، ثم أشعلوا الحرب العراقية الإيرانية وجاءوا بالمقبور خميني، وكلنا نعرف كيف جاء خميني وكيف دعمت القوى الغربية. لذلك التآمر على العراق هو مستمر من فترة السبعينات ولحد الآن. أستطيع أن أقول أنه نعم، استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تسمح لإيران بالتغلغل وأن تستغل الصراعات الطائفية، ولكن يبقى الأمل بالشعب العراقي. هذا الشباب اللي انتفض في عام 2019 كلهم كانوا بأعمار، يعني بال2003 كانوا ربما هم بعمر ال5 سنوات وال4 سنوات وال10 سنوات. إذن الإرادة مستمرة والعزيمة، أنا متأكد أن شعب العراق أمامنا الآن مثل غزة والانتفاضة اللي حصلت رغم كل الضغوط
ورغم كل المحاولات الصهيونية على مدى 75 عام، ورغم الدعم الدولي وللأسف التغاضي العربي، استطاعت مجموعة من الشباب أن تنتفض وتشعل ثورة الآن قائمة منذ 75 يوم ولحد الآن. فلذلك أمنا بالشباب العراقي. هذه الانتخابات هي انتخابات لا تشكل أي شيء، مثل الانتخابات التشريعية اللي حصلت في أغلب المحافظات الجنوبية والتي يدعون أنهم يمثلوها، لم تتجاوز نسبة المشاركة أكثر من 12 إلى 14%. في البصرة على سبيل المثال لم تتجاوز 8%. في ذي قار في الناصرية التي أنا أتأمل أن تكون الشعلة الجديدة إن شاء الله، شعلة الثورة والانتفاضة تنطلق من ذي قار وتلتحق بها المحافظات الجنوبية ثم بغداد لتشعل ثورة من جديد ضد النظام الفاسد. وهذه الانتخابات لن تشكل أي شيء، لأنها هي نسخة مستنسخة عن النظام القائم منذ عام 2004 ولحد الآن. نعم، ابقى معي لو سمحت دكتور فاروق. أستاذ أحمد صبري، الأحزاب السياسية والميليشيات المتنافسة يعني بدأوا بمستوى وصفه مراقبون يعني مستوى تنافسي مستوى هابط جدا، وخاصة في المحافظات المنكوبة. يا ترى يعني هل هذا يفسر مدى النهم أو الشراهة لسرقة المال العام، وأن هذا التنافس ليس لمصلحة الشعب العراقي وليس حبا بالشعب العراقي وبمصلحته، وإنما من أجل السرقة ومن أجل الاستمرار في الاستحواذ على ثروات العراقيين؟ نعم، وبالتالي العراقيون سوف لن يأخذوا بعين الاعتبار أي نتائج من هذه الانتخابات التي ستكون غير نزيهة إطلاقا. إن الذي يجري حاليا فيما يتعلق نعم تفضل أستاذ أحمد معك. نعم، الاجتماع ألو نعم أسمعك. انتخابات المحافظات نعم. انتخابات المحافظات بتقديري سوف لن تجلب الأمل والسعادة للعراقيين، لأن الانتخابات الماضية أو المجالس الماضية خصصت لها مبالغ طائلة، وبالتالي لن تذهب إلى سعادة العراقيين بل إلى جيوب اللصوص والأحزاب الحاكمة. لذلك الانطباع السائد أن هذه الانتخابات هي فرصة ونافذة لهذه الأحزاب التي تحكم العراق منذ 2003 وحتى الآن، هي فرصة للاستحواذ على المال العام إذا سواء كانت طائفيا أو سياسيا. من هنا تكمن أهمية المقاطعة الشعبية لهذه الانتخابات، لأنها انتخابات لا تعبر عن إرادة العراقيين، وبالتالي هذه الانتخابات سوف لن تحقق أي أمل للعراقيين، خصوصا وأن هناك انهيارات حقيقية للخدمات وسعادة الآخرين في هذه المحافظات التي بقيت متخلفة وغير قادرة على النمو منذ احتلال العراق وحتى الآن. نعم أستاذ أحمد. دكتور حامد، يعني الشعب العراقي واضح يعني ردود فعله تجاه الانتخابات وصور المرشحين، هم يزيلونها مهما كانت كبيرة ومصروف عليها ملايين الدنانير العراقية أو ربما ملايين الدولارات، ومع ذلك يركلونها ويلسونها بأحذيتهم. هذه صور موجودة، ولكن عام 2018 كما تعلم أن هناك مقاطعة شعبية كبيرة ضد الانتخابات في العراق، ومع ذلك استمرت دوامة الفساد. يعني هل هذا يعني أنه رغم المقاطعة الشعبية وإن حصلت في عام 2023 ستستمر دوامة الفساد؟ يعني هل هذا يعني ما يقوم به العراقيون والشعب العراقي وثوار تشرين والقوى الرافضة للعملية السياسية وانتخاباتها، هل ليس لها تأثير وأن دوامة الفساد ستستمر لأنها مدعومة إقليميا لأنها مدعومة دوليا؟ لا بالتأكيد دكتور سمير، لها تأثير بدليل أنه بعد انتخابات 2018 يعني في آيار 2018 بدأت تتبلور تنضج ثورة تشرين المباركة. كان هناك احتجاجات بعد
الانتخابات وتزوير، ومثل ما شفنا احنا مسرحية يعني حرق الصناديق وجلب الصناديق وإخفاء الصناديق الاقتراع، وطبعا الحريق اللي والتزوير وبيع وشراء المناصب وغيرها. يعني توجت فعاليات الشباب ونشاط واحتجاجات الشعب العراقي بمختلف المحافظات بثورة تشرين المباركة، يعني حتى شاركوا بالثورة ليس فقط في يعني محافظات الوسط والجنوب اللي هم يعني شيعة ثاروا على شيعة السلطة، لكنه أيضا شاركت المنطقة الغربية، شاركوا الكرد، التركمان، المسيحيين. يعني هناك مشاركة كانت جماهيرية، وفي ساحة التحرير وفي ساحات الوطن الواسعة يعني في الوسط والجنوب أيضا بشكل مركز. لكن أيضا احنا إذا جينا على مثال آخر في الانتخابات المبكرة في 2021 في أكتوبر، أيضا وراها كانت بعدها كانت أيضا احتجاجات، لا ننسى الاحتجاجات موجودة. يعني جدوى ثورة تشرين وجدوى الاحتجاج على هذا النظام باقية في نفوس العراقيين شئنا أم أبينا. يعني إذا كان هناك احتجاجات تظاهرات في الساحات أو لم تكن، يعني الرفض هذا الرفض الشعبي بدليل أيضا الانتخابات في أكتوبر 2021 المبكرة كان نسبة المشاركة مثل ما أشار ضيفك الكريم أنه أقل من 15%، يعني بين 12 إلى 14% مشاركة. هذا احتجاج، هذا رفض للنظام، ليس احتجاج على الانتخابات. لذلك أنا أتوقع، وهذه يعني اسمع مني يعني رجائي، أن يكون هناك يعني تعبير واضح. الآن ده نعيش احنا الأيام قبل إجراء انتخابات، يعني قبل 2000 مثل ما يقول لك 18 ديسمبر 2023، لننتظر ما بعد الانتخابات ماذا سيجري. أنا أتوقع الأيام، الأسابيع، الأشهر القادمة ستكون حبلى بالأحداث والمفاجآت. الشعب العراقي لن يسكت ولم يسكت سابقا. لذلك أنا أقول باختصار شديد أنه ما قبل الانتخابات لمجالس المحافظات، اللي هذه أيضا راح يصير بها يعني مثل ما يقول تصادم ومجابهات، لكن ما بعد هذه الانتخابات ابتداء من فرز النتائج سيكون لكل حادث حديث، ستكون هناك تطورات. وأنا أشك أنه هاي الطبقة سوف تبقى متمسكة بمقاليد السلطة، سوف تجبر سلما أم مجابهة على التنازل لإرادة الشعب العراقي، طبعا رغما عن أنف أمريكا وإيران في هذه الحالة بالذات. نعم نعم دكتور حامد. دكتور فاروق، هناك تذبذب سياسي لدى مقتدى الصدر، يعني تارة هو يعلن مقاطعته للانتخابات، وتارة هو يحاول فرض نفسه عليها. يا ترى هل تتوقع أن يكون هناك انسحاب لتكتل سياسي، انسحاب لقوى مشاركة في العملية السياسية، أقصد يعني مقاطعة للانتخابات لها تأثير فعلي وليس لها مصالح من أجل مكاسب سياسية؟ اعتقادي أن مقتدى الصدر والتيار الصدري هو مشارك في العملية السياسية منذ العام 2003 ولحد الآن، نعم. سواء كان في المقاطعة أو شارك في الحكومة. بالعكس، عملية مقاطعته في الانتخابات الأخيرة وانسحابه من البرلمان هي للأحزاب الأخرى اللي خسرت بانتخابات 21 انسحاب 72 نائب من البرلمان هي لمجيء الإطار التنسيقي ولتشكيل حكومة السوداني وبسيطرة الأحزاب، نفس الأحزاب دي متهمة بالفساد واللي هي خسرت الانتخابات. فإذا باعتقادي أن انسحاب التيار الصدري أو وجوده في الانتخابات ما راح يؤثر بشيء. الذي يؤثر الفعل الحقيقي هي لجماهير تشرين، وأنا باعتقادي أنه إذا استمرت المقاطعة بدون احتجاجات كاملة ومواجهة للسلطة لم يتحقق شيء، لأنه عام 21 الانتخابات البرلمانية قوطعت بشكل كامل، ولكن أو عام 18 نفس الشيء، ولكن استمرت الحكومة واستمرت الأحزاب وما زالت الأحزاب
الوزارات تباع والمناصب تباع ويطلعون السياسيين أنفسهم أحدهم يفضح الآخر أنه هذا اشترى الوزارة بهالمبلغ وهذا باع المنصب بهذا المبلغ. والآن نفس الشيء يجري في المحافظات على مجالس المحافظات، أصوات تباع وأصوات تشترى. إذن الأمل الوحيد هي في المواجهة، انسحاب التيار الصدري أو مقاطعة التيار الصدري لن تؤثر بشيء باعتقادي، لأنه هو التيار الصدري شارك في العملية من 2004 ولحد الآن، سواء إذا قاطع بالمجالس البرلمان ولكن لا زال إلى نفوذه في المؤسسات في الدولة في الكثير من الأمور تجري وفق. لولا وجود التيار الصدري ما استطاعت هذه الأحزاب أن تحقق اللي تمارسه الآن، سواء بحكومة الكاظمي أو بحكومة السوداني. نعم دكتور فاروق، ابقى معي لو سمحت. أستاذ أحمد صبري، هيئة علماء المسلمين في العراق لطالما رفضت العملية السياسية وكل ما جاء بعد احتلال العراق عام 2003، وما بني على باطل فهو باطل. الآن شعبيا يعني الشعب العراقي في الداخل العراقي أو في خارج العراق، إلى أي مدى تعتقد أنهم أصبحوا على نفس كلمة هيئة علماء المسلمين في رأيها ورؤيتها تجاه هذه العملية السياسية؟ يعني نهج هيئة العلماء السياسي حقيقة يعبر عن أصالة هذا الموقف ويعبر عن إرادة حقيقية وضعت الحلول الكثيرة أو رصدت مسار العمل السياسي. لذلك أن انعكاس هذه التطورات تنعكس شعبيا، وبالتالي هناك انطباع شعبي بأن الخط السياسي وبالتالي الإرادة السياسية للهيئة وقيادتها تعكس عن آمال العراقيين بوطن آمن ومستقر وغير قابل للقسمة. لذلك أقول أن المفارقة في هذه الانتخابات أن العديد من المرشحين هم من المتهمين بسرقة المال العام. لذلك أن اليوم التالي بعد الانتخابات سوف تنشط صراعات كثيرة بين رموز هؤلاء السراق والذين يهيمنون على أموال العراقيين، والخاسر الوحيد والأكبر هم العراقيين في هذه الانتخابات. نعم أستاذ أحمد. دكتور حامد، يعني ذكرت بأن الأيام المقبلة وخاصة ما بعد 18 من ديسمبر حبلى بالكثير من الأحداث والمفاجآت، يعني هل من ضمن هذه الأحداث تتوقع أن يكون هناك صور من صور يعني الصراعات التي تنعكس على شكل اغتيالات، على شكل تفجيرات ربما لا سمح الله داخل الشوارع في العراق، مناوشات، حرق مقرات؟ بالحقيقة هو حدث شيء من هذا القبيل دكتور سمير، وكاد أن يتطور ويذهب إلى منزلق خطير لولا أنه الحقيقة هناك اتفاق وهناك ضغوط من منظمات المجتمع المدني، من السياسيين، العقلاء، الأكاديميين، من أنه التغيير القادم يجب أن يكون سلمي. صحيح، خلي يكون بمجابهة، مجابهة احتجاجات، مجابهة سلمية، لأنه دماء العراقيين عزيزة على الجميع، وما تريد إيران وما تريد أمريكا هو أن يكون يتحول العراق الآن، خصوصا في خضم هذا الوضع الآن المتأزم إقليميا ودوليا. هناك حرب في أوكرانيا، هناك حرب في على أشقائنا الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية، هناك قتل جماعي، هناك إبادة، هناك سياسة أرض محروقة. لذلك أمريكا من مصلحتها والكيان الصهيوني أن يحول الأنظار إلى مساحة، إلى بقعة أخرى من الصراع. والساحة العراقية أقولها بصراحة وبصدق وبحرص أنه الساحة العراقية مهيئة لمثل هذه الصراعات الإقليمية والدولية، لكن على الشعب العراقي أن يمنع، أن يحجم دور هذه القوة الغاشمة على الأرض العراقية، لأنه دماء العراقيين غالية على الجميع. لذلك أنا أقول التحول يجب أن يكون تحول سلمي، يجب أن تسقط هذه الطغمة الفاسدة التي جاءت بها أمريكا وإيران بطريقة سلمية،
ليست بطريقه دمويه، لانه هذه سوف تترك اثار دمويه على مدى عقود قادمه وتترك يعني جرح عميق في الاجيال القادمه. احنا حريصين كل الحرص على انه وهذا هاي مناشدتنا الحقيقه عبر قناتكم الموقره، اقولها على العقلاء بالعمليه التي فعلا توازي هذه العمليه السياسيه البائسه، ان يضغطون على اطراف اقليميه ودوليه ويضغطون على الجانب العراقي المتنفذ الان الى ترك السلطه الى الشعب العراقي ان يقرر مصيره بنفسه. لذلك انا اقول كل العمليه على مدى 20 عام باعترافهم هم اعترفوا انه فشلوا فشلا ذريعا، المالكي وهذا العامري والخزعلي وعمار الحكيم والجميع قالوا احنا فشلنا. اذا الكرد والعرب والسنه وغيرهم كلهم قالوا هذه العمليه فاشله لانه جاءت باراده امريكيه غربيه عنصريه وايرانيه، وطبعا اطراف عربيه مستفيده من عدها. لذلك على الشعب العراقي ان يمسك زمام الامور بيده ويقرر مصيره بنفسه، يختار نظامه السياسي المناسب للمرحله القادمه. نعم دكتور حامد. نعم. دكتور فاروق الفتيان، يعني الاحزاب السياسيه والميليشيات الان تصعد من اللهجه الطائفيه خلال هذه المرحله التي ربما تستمر لغايه 18 من ديسمبر موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات. تصعيد اللهجه الطائفيه، الموضوع الطائفي ليس بجديد، يعني منذ عام 2003 أسس النظام أساسا في العراق من قبل الولايات المتحدة على أساس المحاصصة الطائفية. فالتصعيد الطائفي الآن لا نستطيع القول إنه إحياء الطائفية من جديد. الطائفية موجودة بوجود النظام الطائفي بعد عام 2003، ولكن تتوقع أن يكون هناك تصعيد من أشكال أخرى لا سمح الله ربما تحصل؟ للأسف الولايات المتحدة الأمريكية هي من ساهمت في خلق هذا الصراع أو خلق هذه الأجواء الطائفية، سواء من خلال وجود الدستور أو من خلال السماح لإيران في التغلغل والسماح للميليشيات في التسلح والحصول على الأسلحة، ليست الأسلحة الخفيفة ولا الأسلحة المتوسطة، وإنما أصبحت هذه الميليشيات تمتلك الدروع والدبابات والصواريخ والمضادات للطائرات. هذه الميليشيات عندما أصبحت تمتلك باسم ما يسمى بتحرير المحافظات المحتلة تحت هذه الحجة، أصبحت هذه تمتلك للأسف قوة على الأرض وتستطيع أن تواجه أي تحرك معين. لكن باعتقادي أن الشعب إذا فعلا مثل ما ذكر الأستاذ حامد، العقلاء من الشعب العراقي والخيرين من أبناء العراق وهم يشكلون الأغلبية، يعني عندما تقاطع أكثر من 80% من الشعب العراقي تقاطع الانتخابات، معناته هذه النسبة هي من ترفض الصراع الطائفي وترفض وجود هؤلاء الخونة والعملاء. فإذا إذا توحدت هذه الجهود، ومثل ما ذكرت رؤية هيئة علماء المسلمين والخيرين من المثقفين العراقيين، وهناك أصوات كثيرة سواء إعلاميين أو دبلوماسيين أو رجال القوات المسلحة في الجيش العراقي السابق، دائما ما كانوا يطرحون أفكار علمية عراقية صميمية لعودة العراق، وأمن كبير بهذه المجموعة الخيرة والنسبة العالية من الشعب العراقي لعودة العراق إلى مكان الطبيعي. نعم دكتور فاروق. أستاذ أحمد صبري، ما هو المطلوب الآن من القوى الوطنية المناهضة للعملية السياسية، القوى الوطنية الرافضة للعملية السياسية طبعا بإفرازاتها وتبعاتها من انتخابات وغيرها، ما هو المطلوب منهم سواء كانوا في الداخل العراقي أو خارج العراق؟ المطلوب من القوى المناهضة للاحتلال وعمليته السياسية هو التوافق على ميثاق، التوافق على منهج ورؤية واضحة لتحرير العراق من هذا النهج الطائفي
الذي يتخبط به منذ 2003 وحتى الآن. هذه القوى التي أشير إليها قادرة على حقيقة مواجهة هذا المخطط الاستعماري الذي يستهدف إلى تفتيت وحدة العراق وإلى سرقة خيرات العراق، وبالتالي تنصيب طغمة حاكمة أبعدت العراق عن محيط العربي، وبالتالي وضعته في هذا الخانق الذي يتخبط به منذ سنوات. المطلوب من القوى الوطنية المناهضة للاحتلال أن تتحد وفق رؤية محددة وواضحة للعراقيين لانتشال العراق من الوضع الذي يتخبط به منذ فترة وحتى الآن. نعم أستاذ أحمد، شكرا لك. دكتور حامد، يعني العالم والمجتمع الدولي مشهور بالتجاهل، يعني المجتمع الدولي مقرون صفاته تقترن دائما بالتجاهل فيما يخص الموضوع العراق، يشبه إلى حد كبير ما جرى في غزة. ما جرى في العراق هو قبل ما جرى في غزة، ما جرى في العراق هو قبل ما جرى في سوريا. يعني التغييب القسري، القتل، الاعتقال، حتى الإعلام الغربي يتحدث بشكل بالدليل وبالصوت والصورة والفيديو وبالسوشيال ميديا، والمجتمع الدولي يتجاهل. البعض يتهمه بأنه مشارك فيما يجري في العراق، يرى بأم عينيه العملية السياسية وإفرازاتها وانتخابات مجالس المحافظات التي هي عبارة عن مشاريع للسرقة، مشاريع لتبديد أموال العراقيين، مشاريع للتزييف الحقائق. مع ذلك هو يدعم الحكومة ويضفي عليها الشرعية. ما هو المطلوب الآن من القوى الوطنية المناهضة للاحتلال وعمليته السياسية؟ أولا رأس الصف الوطني، الاتفاق على خطاب سياسي موحد، يعني إبعاد تماما هذا التصنيف الذي والتقسيم الطائفي العرقي الذي اعتمدته الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والكيان الصهيوني وبريطانيا بترسيخ فكرة التقسيم، يعني تقسيم فدرالي وتقسيم عرقي وتقسيم طائفي وديني وإلى آخره. وحدة العراق يجب أن تشمل أرضاً وشعباً من زاخو إلى الفاو، كل أطيافه، كل فسيفساء العراق التقليدي التاريخي. إذا سمحت لي في هذه النقطة، لم نسمع بالتقسيم ولم نسمع بالتقسيم على أساس طائفي ولا على أساس قومي ولا على أساس عرقي إلا على لسان المتحدث باسم المتحدثين باسم الاحتلال وباسم عمليته السياسية، وإلى الآن يتحدثون عن الأغلبية وعن المكون الأكبر وإلى آخره من المصطلحات. القوى الرافضة للعملية السياسية أبدا لم تعامل العراقيين على أساس الطائفة وعلى أساس القومية، ولكن لابد هنا من مرحلة جديدة خلال عام 2024، ونحن مقبلون على إعادة أو تكرار وإعادة تدوير نفس الوجوه. ما هو المطلوب منهم تحديدا الآن؟ الآن هو رفض كل ما بنته أمريكا وبريطانيا في مؤتمر لندن في نهاية 2002. هو هذا كان بداية التقسيم، يعني لما رفضوا الأخوان مجازر نقول السنة لمشروع الاحتلال جاءت بالكرد والشيعة ومن لف لفهم، ولذلك التقسيم بدأ من تلك الفترة. هذا علينا الآن بعد إدراك حقيقة أهداف الاحتلال الأمريكي الصهيوني الغاشم على العراق، أنه الشعب العراقي الآن أدرك حقيقة هذا الوضع، لذلك عليه أن يتوحد بغض النظر عن الطائفة والعرق. هذا مصيرنا، هذا قدرنا، هذا مستقبلنا، مستقبل أجيالنا القادمة، بغض النظر عن كون أنه أنا أسكن في زاخو أو في الأنبار أو في البصرة أو في بغداد. هذا هو الهدف الأساس الآن بالفعل، مصلحتنا، مصيرنا، مستقبلنا، يعني مستقبل أجيالنا القادمة هو موحد. لذلك علينا أولا مثل ما تفضل أحد الأخوان أنه طرد الاحتلالات، كل أنواع الاحتلالات، إنهاء دور الميليشيات، حصر السلاح بيد الدولة، بناء دولة مدنية حديثة لا تهتم بالانتماء الديني والمذهبي والطائفي والعرقي، وإنما دولة مواطنة حقيقية، المواطنون متساوون أمام الوطن وأمام الشعب وأمام القانون وأمام رب العالمين. هذا هو الحقيقة الهدف الأساسي الآن اللي إحنا كأكاديميين نروم إليه لتحقيقه بخطط متسارعة، لأنه المر كثير على تهديم وتدمير بلدنا. لذلك الخطوة القادمة إن شاء الله تبتدئ
بالاتفاق على أهداف مشتركة لإنقاذ بلدنا مما مر به خلال هذه العقود الكأداء اللي دمروا به بلدنا، ونستعيد وحدة شعبنا أولا وثم يعني نعيد عمارة أيضا. شكرا جزيلا في ختام هذه الحلقة دكتور حامد أصراف الأكاديمي والباحث السياسي ضيفي عبر سكايب، ونشكر أيضا ضيوفنا عبر الهاتف الدكتور فاروق الفتيان الأكاديمي والدبلوماسي السابق، شكرا لك دكتور، وأيضا شكرا للدكتور الأستاذ أحمد صبري الكاتب والصحفي العراقي. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.